قمتك ما خلص طرى على بالي بيت جزاك الله بالجنة. يقول هذا اللي يقوله ابن حمود. اي يا سلام. في عصر تالي كنت متمشي على خط الجنوب، يا سلام، كذ شاقني صوت الرعد والبرق يلمع في نصوب، يا سلام، والشمس من فوق الشفامت وجهها صوب الغروب، هنية من قلبه سلا لو كان يمسي في فلا. قال عدا قلت في عصر تالي كنت متمشي على خط الجنوب، قد شاقني صوت الرعد والبرق يلمع في نصوب، والشمس من فوق الشفامت وجهها صوب الغروب، هنية من قلبه سلا لو كان يمسي في بلا. الأيام تطوينا كما تطول محاحيل الحبال، نسعى وراء الدنيا ولا ندري ايش تخفيه الليالى، كل يبى يحصل مطالبه وهذا شيء محال، الدهر يوم لك على ما قيل والثاني عليك، الدهر يوم لك على ما قيل والثاني عليك. قل الله واحد. قم يا شباب تعالوا.